هنطلع مع محمد صلاح نروح لمثل ايضا مشرف جدا، والكلام اللي هقوله لكم ده حصري لبرنامج الابطال. بيج رامي النجم الكبير اللي طبعا اخذ منذ ايام او من 10 ايام مستر اولمبيا للمره الثانيه على التوالي كالعربي والمصري الاول في التاريخ اللي يحصل على هذه البطوله، وكمان صعب الدنيا ان يحصل عليها مرتين ورا بعض، صعب الدنيا على اللي بعده، بس طبعا يعني ده نتمناه يحصل كمان. اللي عايز اقول لكم الحصري لينا واللي جبناه وما عرفناهوش من بيج رامي، عرفناه من الكواليس. بيج رامي وهو على المسرح ممنوع ترفع اي علم، بطوله مستر اولمبيا المنظمين وقواعد البطوله ممنوع، لو هترفع بغرامه، لو هترفع علم او يعني علم، خلينا نتكلم على علم، رفعت علم بلدك او اي علم ده ممنوع، مش مصرح بيه، انت تكسب بطولتك تاخد جايزتك وتروح. بالرغم ان بيج رامي كان عارف ان في غرامه، هو سمح لك ولكن بغرامه، سمح ان انت ترفع ولكن بغرامه كبير ان انت ترفع علم. بيج رامي رفع علم مصر، وكان الاتفاق مع اصحابه ان انا لو كسبت الصوره دي، لو كسبت ادوني علم مصر، والجايزه اللي خدها بيج رامي اتخصم منها مبلغ كبير. انا طبعا ما اقدرش اقوله احتراما لكابتن بيج رامي لانه راجل نجم كبير واسطوره كبيره، واتخصم منه عشان رفع اسم مصر، ولكن او مش اسم مصر، علم مصر، ودي لوائح البطوله يعني منظمه، ومع ذلك اثر، ده حبه وانتمائه لبلده. وبرده بيج رامي بيضرب اعظم الامثله في الانتماء، برضه طالع من قريه، نفس قصه محمد صلاح، كافح تعب سافر، كان محتاج غذاء بشكل معين، اهتمام بشكل معين، تغلب على كل الصعاب دي وكبر حلمه، وصل بحلمه لمكان كبير خلى المصريين كلهم فخورين بيه. بنشكرك وانا بحب اقول الامثله دي عشان ازرع في النشء اللي طالع الانتماء. حبك لمصر، يعني انا كان ليا الشرف ان انا ارتديت تيشيرت منتخب مصر، انا مثلت مصر. مصر يعني شرف كبير جدا، مصر دوله كبيره ودوله عظيمه وفيها كوادر يعني كوادر عظيمه في كل المجالات. فالحقيقه لازم نعلي الانتماء ده عند النشء اللي طالع. مصر ثم مصر ثم مصر في كل المجالات. اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو الرياضه، لازم النشء اللي طالع يبقى حاطط دايما مصر قدامه. ده الخبرين اللي في البدايه حبيت ابتدي بيهم، يدونا طاقه ايجابيه نقدر نكمل بيهم اخبارنا ونشوف كل الاخبار بنفسي زي ما بيقولوا يعني مفتوحه.